هذا اللقاء التواصلي جاء في واحد الخضم ديال واحد النقاش حول الورش اصلاح التكوين الطبي وبعض الهواجس اللي عند الطلبه ديالنا حول يعني الاكتظاظ اللي كي حسب تعبيرهم كاين حول السنه السادسه حول السلك الثالث. ويمكن لي نقول لكم بعجاله بان الاكتظاظ ما كاينش الحمد لله وما هيكونش لان بكل بساطه الوزاره ديالنا كانت عندها مقاربه كيفيه ومقاربه نوعيه وما زادت هي يعني العدد اللي يمكننا نزيدوه وعطاتنا جميع الموارد يعني الماديه والبشريه اللي هي يمكننا نواكبوا ونواكبوا هذا الرفع من العدد بتحسين من الجوده وليس بتقليص من الجوده. بالنسبه للسنه السادسه كنظن دابا كاين هناك اجماع وهناك يعني دراسات معمقه ودقيقه كتبين بان السنه السابعه سنه عندها فيها مليئه من النواقص ومليئه بالشوائب ولذلك يجب الحذف ديالها، ولكن ماشي هي الحذف ديالها، خاص الحذف ديالها وتقويه السنه السادسه، وهذا ما نحن بصدد فعله من خلال مواد تكميليه ديال طب الاسره، من خلال اعطاء مسؤوليات اكبر للطالب في السنه السادسه، من خلال الامتحانات السريريه، من خلال يعني الاطروحه. ولذلك كنظن بان السنه السادسه تمكننا باننا يكون عندنا خريجين اكفاء ويمكن لهم انهم يقدموا خدمات علاجيه ذات مستوى عالي وجوده عاليه يعني للمواطن المريض المغربي والانسان بصفه عامه. النقطة الثالثة واللي كانت هي هاجس عند الطلبة ديالنا وهي السلك الثالث اللي كانوا كيتشكاو من واحد انعدام في الرؤية، واللي دابا كنظن بأننا نقدروا نكونوا سعداء وفخورين بأننا خدمنا على السلك الثالث منذ سنوات ووصلنا لأجوبة واضحة على الأسئلة التي تهم النظام الداخلي، التي تهم مدة التكوين، التي تهم يعني الوضعية القانونية والمادية للطالب والطبيب المقيم وللخريج من بعد. كنظن هادو كلهم مسائل اللي كيخليونا نقدروا نكونوا سعداء وفخورين بهذا الورش اللي هو في الاول وفي الاخير ورش ملكي، ورش ديال يعني التغطيه الصحيه الاجباريه، وورش اللي ضروري من الضروري يعني الحيوي ان يواكبوا الورش ديال اصلاح التكوين الطبي، وهذا ما نحن بصدد فعله. وكنظن اننا نقدروا نقولوا بان الا تبعنا هذا الشيء بحذافيره غنكونوا في المستوى ان شاء الله عند حسن الظن والتطلعات ديال 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 المواطن المغربي وديال سيدنا الله ينصره. ما كانش هناك منع، ليس هناك منع ولم يكن هناك منع للطلبه، يعني منطقيا كليه ولا جامعه كتنادي بلقاء تواصلي وكتمنع الطلبه باش يجيو للقاء التواصلي. ما كنظن هذه مساله اللي ماشي معقوله، كاين واحد المفارقه واحد التناقض، فاذا ما كاينش هناك اي منع، ما كاينش هناك اي منع. احنا بغينا اللقاء التواصلي، ومنين بغينا اللقاء التواصلي وقع انزال، يعني هذا الانزال اللي كيعبر على ان هذا اللقاء التواصلي اللي نادينا به هو كان واحد الخطوه سلبيه. يعني منين شي واحد كيقول لك انا هندير الانزال حيت درت لقاء تواصلي، يعني هو كيشوف بواحد العين سلبيه هذا اللقاء التواصلي. فاذا كنظن ان الا كان شي واحد اللي ما باغيش يتواصل راه هما الناس اللي ما باغيينش يتواصلوا، اما حنا هنا وحنا كنتواصلوا، والدليل اننا معكم وحنا كنهضروا معكم.
وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.